السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانفا جواه أدوات كتيرة جدا أو رابط نفسه بمواقع كتيرة بتديك قوة للتصميم اللي أنت عايزه، منهم مثلا ماجيك رايت، تمام، بتقول له بس أنا مفكر في إيه، فهو يبدأ إن هو يكتب التكست كأنك رحت لشات جي بي تي، فأصبح موجود في نفس المكان. طيب تعال نعمل نجرب التجربة ديت. بيقول لك هتوفر وقت، تقدر تعمل منشآت، تنشئ ملفات مثلا زي سي في أو مستندات دوكومنتس. تعال نقول له تجربة الماجيك رايت، فبيقول لي فكر تكتب في ايه، اكتب use 5 or more words to describe what you want to write. هنقول له مثلا use AI in creative design in art. ويندوس كنترول انتر يبدأ يكتب لنا النص بالشكل دوت. وتقدر ان انت تقول له اد ماجيك، تقول له مثلا عايز ديزاين مثلا او ماجيك رايت، او فيبدأ يعمل لك الديزاين اللي تضيفه للنص ده. والملاحظ ان هو سريع، يعني اسرع حتى من شات جي بي تي، تمام. فعمل لك بقى بعض التصميمات تقدر ان انت تستخدمها بالشكل دوت. سيف، دي السهولة والجمال بتاع كانفا. هو طبعا رابط نفسه ببعض الابس، حتى ممكن تيجي هنا ابس تلاقي بعض الحاجات مثلا ترجمة، ممكن حاجات خاصة بالصور بالفيديوهات تضيفها للشغل بتاعك.